الشباك والرول دينا مقطع السمك بالجودة المطلوبة. طبعا انتوا اساتذتنا وعارفين كلكم الكلام ده. هاخدها واحدة واحدة. احنا عندنا المرحلة الاولى هي المرحلة الريس واي، ودي احواض الحوض فيها 100 متر مكعب. والمرحلة الثانية دي انت تشير هي 180 متر مكعب. المرحلة الثالثة اللي هي 340 متر مكعب احواض دائرية. احنا عندنا صوبة الف ودي احواض تنكات فايبر جلاس برضو بنستخدمها في التحديد. شوفها دي احنا فاضية لان احنا ابتدعنا من نص خلاص التحديد. دلوقتي احنا بادي التربية اللي هي ري جروينج، وبعد كده هنخش في نشوف الاحواض التنكات. هناخدها واحده واحده. تنكات الفايبر جلاس واحواض الريس واي اللي هي الخاصه بعمليه التحديد. اتفضل. لا حجمه قد ايه السلم؟ حجمه قد ايه السلم؟ ده 10 متر. 10 متر مكعب. بيشيل قد ايه؟ ده بيشيل 3000. احجامها؟ بيشيل ال 10 جرام. ال 10 سمكات وزنهم 100 جرام. بتوصل لغايه الواحده هتوصل معايا 50 جرام. وتقعد قد ايه وقت؟ تستنى. كيف يبقى في نسبه
عارف. فيه عالي يعني. احنا النهاردة وصلنا او اعلى معدل اعاشة وصلناه حوالي 82% اعاشة. لكن المتوسط في الظروف الصحراوية وفي المزارع بتاعتنا في الريسوي احنا لو وصلنا 50% اعاشة فاحنا بنوصل متوسطنا الثالث اللي ما بيقلش عنه حوالي 67% اعاشة. ده ما بيقلش مش مهمش بني يسعد شوية انا جلاي هنا التصريح في حاجة مهمة جدا. احنا فعليا جربنا عملية التفريخ، جبنا امهات وجبنا القطيع وودينا له، كان متفرخ تحت المهندس محمد تقريبا ظهره، وكان مجهز على اعلى مستوى، كنا عاملين سيستم كامل وجاهز لعملية التفريخ، ولكن البارامتر بتاع خواص المية اللي موجودة في الجوف تحت، لان احنا بنشتغل على المياه الجوفية، نسبة الملوحة هي 26 بي بي. هنقولنا قلنا لو السبب ملوحة فقط ملحنا المية وصلناها ل 36 بي بي جي، ولكن مع التحليل لقينا في عناصر في المية ناقصة مش موجودة، ولقينا بعض العناصر بتوصل لعشر أضعاف النورمال زي عنصر الكبريت، والتركيبة دي من المية كانت مناسبة أو لعملية الرعاية والنمو، ولكن مش مناسبة لعملية التفريخ. كان ينزل ناخد بيض وناخد سبيرم، لكن ما كانش بيحصل اكتيفيشن والبيضه بتوصل للسايز بتاعتها انها تقبل التخصيب، وبالتالي خدنا قرار ان احنا طب احنا عايزين نطمن على السيستم، هل احنا فنياتنا اخبارها ايه؟ طب السيستم اللي احنا عاملينه في حاجه غلط، طب نختبر ده ازاي؟ جبنا ميه من البحر. لما جبنا ميه من البحر ونزلناها في التكات وعملنا خدنا فنيات، يبقى السيستم بتاعنا ناجح، الفنيات ناجحه، يبقى الميه عندنا فيها مشكله، يبقى احنا نفكر كفكر اقتصادي ان احنا نشوف لا بقى لسه مش هيتم الا تحت اشراف ثمانية وثلاثين واربعين في المية مش على كل القطيع.
لكن هي بالباتش. في باتش بيجي بيديني تشوه 15-20%، وفي باتش بيجي بيوصل نسبة التشوه 42%، حسب الحاله اللي هو جاي منها، حسب التانك اللي طالع منه السمك، وحسب، لان هناك المفرخ بتتعامل في المفرخ مش بالام ولا بالكل، تقدر تتعامل في المفرخ بالتانك، لان في المفرخ ممكن يكون التانك ده هواء عالي يعمل اوفر فيو، ممكن يكون الاستداره بتاعته التيار عالي يعمل لك، ممكن تكون على كفاءه المهندس اللي قام بعمليه تفريخنا في الكلام دي الكلام دي يشمل كل حاجه. أيوة. من اول ما بتيجي تعمل سيليكشن للامهات لغايه ما تنتي تبيع، تمام، كل الفتره دي كل يوم لازم يبقى في كواليتي كنترول، وكل لحظه بتاع في الحركه وفي التصميم وفي الاداء وفي التكنيك وفي التغذيه وفي الاضاءه كل حاجه، تمام تمام. نروح صوره ثانيه. ايوه بقى طلعت خمسة جرام. الوزن او الناجح في كل الاحوال انا اقول لك ان الاضطراب بيقل عند الحجم من 3-5 جرام، مثال جدا جدا على الاقل مش هيبقى في مشاكل شهر اثنين صح، تمام. ما بتحتاجش اغلاق الفتره الاولانيه زي الدينيس كده ولا دينيس. انا عندي، شوف حضرتك، الدينيس خرج من الفرق او سمك البحر خرج من الفرق، ما بقتش لعبه اضاءه والله، اللعبه بقت مانجمنت قوي 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 التغذية ومتابعة سلوك السمك، تمام. دول أهم محورين تشتغل عليهم في أول بعد كده. بعد كده من سنين في كيلو 21 كانوا بيشتغلوا على الدينيس. كيلو 21 مفرخ؟ أنا قلت لحضرتك تخرج من باب المفرخ ما بقتش لها بالك تضاءة، تمام. جوه المفرخ لازم نعمل تضاءة. هو بيفرخ، هو بيفرخ، هو كان في المفرخ ويا رب نهاية 32 يوم أيام بحيث إن هو برضه كان بيعملها على انا هقول لحضرتك الغرض اصلا من عمليه التشغيل ايه. خلينا نقول الشيء ليه بنضلل ليه، لان السمك عمليه الاستيراد في الفتره الاولانيه دي بتبقى عاليه جدا وشديده جدا، حتى لو فقال لك ان الاضلال هيساعد قوي في ان السمك، لان السمك ده لما بيتظلم عليه ولما بينور عليها بتبقى شديده، كانه ما بيتحركش كتير. انا بعد اذنك الاكتيفيتي بتاعتي، هو برضو احنا عندنا في تفريخ العروس في اول 7 أو 8 أيام بيبقى عندنا الدنيا ضلمه خالص، بضلم على القطيع كله، دي حاجه معروفه احنا هو بيتكلم كذا سبب منها ان السمكه ما بيكونش بدا يظهر لها بطن، ما بيكونش عندها بطن علشان تاكل، تمام. فانا هدي لها نور او هدي لها حاجه ليه يعني عشان تشوف اكل، لا هي ما بتاكلش في الفتره دي، تمام. تبدا ان هي تستهلك كيس الملح بتاعها، فبضلم العمليه وبخلي السمكه اللي تبدا توصل مرحله سخون عالي قوي بحيث ان هي ايه ما تحرقش من غير ما تقعد في الحركه او في الاكل، لا في النمو ان هي تبدا تتكون. هي طبيعي في المرحله اللي هو النظام ده تلاقي دايما السمكه في اللي انا شفتها طبيعي اخد الاماكن المظلمه جوه الحوض الفايبر، على ما تلاقيش السمك متواجد في وسط الحوض ابدا. وخلي بالك السمكه اثناء عمليه الاضاءه وهي في الحجم من اول 1 جرام وانت طالع، الاضاءه الشديده على الحوض بتسبب لها سلوك حركي شاذ جدا، حاله عصبيه، قوه التجمعات فوق سطح الميه وكان في تسمم امونيا في الميه، لا حركه غريبه، تمام. كنت تلاقي البورت لما يبقى فيه امونيا عاليه تلاقي السمك راح طالع فوق وعمال يلف لحم على بعضه، صح. سمكه القاروص او الدنيس مع الاضاءه العاليه في العمر ده شدة الاستضاءة لازم تكون محسوبة وكل حاجة. طيب الموضوع ازاي؟ امشي مع لب البحر. الكلام ده سريري مش في الهاتف. تمام كده؟ تمام. برضه نروح الصفحة الثانية؟ يا ريت. طيب ماشي.